من كتاب الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة: وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم. بايع مسلم بن عقيل 18,000 مسلم من أهل الكوفة، ولكنه ما إن دخلها عبيد الله بن زياد لعنه الله وهدد الناس وتوعدهم وصار يبحث عن مسلم تفرقوا. وبعدها تحول المشهد، فيأتي الرجل إلى أخيه وابنه فيقول: غدا يأتيك أهل الشام، فما نصنع بالحرب والشر؟ انصرف. فيذهب به فينصرف، فلم يبقى معه سوى 10 أنفس، فدخل مسلم المسجد ليصلي المغرب فتفرق العشرة عنه. فلما رأى ذلك خرج وحيدا في دروب الكوفة، حتى وقف على باب امرأة يقال لها طوى، فرآها مسلم فسلم عليها وردت، فقال: اسقيني. فسقته ودخلت إلى بيتها، وخرجت فرأت مسلما جالسا على باب دارها، قالت: يا عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. فقالت له: فاذهب إلى أهلك. فسكت، ثم أعادت القول ثانية، فسكت مسلم، فقالت له: قم عافاك الله إلى أهلك، فإنه لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك. قال: يا أمة الله، ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك أجر ومعروف أن تضيفيني سواء هذه الليلة، ولعلي مكافئك بعد هذا اليوم؟ قالت: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل. فأدخلته إلى بيتها وفرشت له وعرضت عليه العشاء، ولم يتعشى ولم يقض في بيتها تلك الليلة، حتى أخذ أسيرا إلى عبيد الله بن زياد لعنه الله، مثخنا بالجراح، وأكثر من ذلك أنهم رموه من أعلى القصر وسحبوا جثته في أزقة الكوفة.